سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الآن صار فرعون آية، كيف اعتدى وعتى واعتلى وتعدى على ربه، الآن هو يصير بعد هلاكه آية، أنه من يفعل فعل فرعون يهلك كما هلك فرعون، هذا الفعل صار آية. الآن نقف عند فرعون. فرعون من باب تطهير المصطلح والمعنى، إذا جئت تنظر سلهم ما معنى فرعون، فيقولون إن فرعون اسم أعجمي، وهذه كثير ما ترد في كتب التفسير، وهذا باطل ولا ينبغي ولا يجوز ولا يصح أبدا، قاله من قاله، القرآن بلسان عربي مبين، ولكن كما قلنا في أنباء فائتة إن الناس أو العرب عندما لم يعلموا الكلمة الفلانية قالوا إنها عجماء أو إنها هذه كلمة عجمة، وهذا لا يصح، فليقل إن العرب لم تعلم هذه الكلمة ولكنها عربية فوق ألسنة الناس. فرعون منها، فرعون قالوا إنها كلمة أعجمية وهذا لا يصح كما قلنا، وقالوا إن يقال تفرعن الرجل فرعن فرعون فهو تفرعن إذا تجبر، وهذا ليس صحيح أبدا. أصل فرعون إذا رددتها على جذرها العربي من فرع، فرع، وأصل الفرع أعلاه، كما في حديث صحيح مسلم وفي غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى رفع يديه إلى فروع أذنيه، والفروع أعلى شيء في الأذن، شاهدها العظيم من سورة إبراهيم أبو الملة من قوله تعالى قال ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. اسمع، أصلها ثابت وفرعها في السماء، أصلها اللي هو أدنى شيء فيها، وفرعها في السماء، هذا الذي في السماء فوق ما هو الفرع، فالفرع أعلى شيء في الشيء، هذا هو. ويقال في العربية رجل فارع للطويل، وفرع فلان قومه إذا علاهم وفاقهم مالا أو قدرة، فرعهم أدبا فهو علاهم أدبا، فرعهم مالا علاهم مالا، فرعهم قدرة وسلطانا علاهم. الآن الله قبل أن يدخل بالآية الكبرى، ندخل بالآية الكبرى، نريد أن نقول الآية الكبرى عندما يكون فرعون، فالفرعون فرعه كما قلنا هو العلو، والواو والنون هي كالإضافات التي في لسان العرب أن تضيف لها الألف والنون، هذه للامتلاء، كما أن تقول سلطان عمران للممتلئ عمرا، سلطان للممتلئ سلطة، الألف والهمزة كذلك، الواو والتاء، القرآن مليء بأمثالها، هاروت وماروت، هارون قارون فرعون، هكذا هذه الإضافات تضفي معاني زائدة على المعنى، زائدة يعني تضفي عليه معنى أكثر مما هو فيه في جذره وأصله. ففرعون أصلا حتى تعرف قبل أن ندخل في الآية الكبرى، هذا رجل على الناس فاقهم وعلاهم، وستفاجأ إذا علمت أن الله ما ذكر العلو صريحا في القرآن كله إلا عند فرعون. عندما قرأنا من القصص الذي كان في النبأ الفائت قلنا إن فرعون، وهذا هو الدليل أن الفرعون هو العالي، قال إن فرعون علا في الأرض، انتبه، علا يعلو، فهذا هو الفرعنة، إن فرعون علا في الأرض، ثم قالها في الدخان إنه كان عاليا من المسرفين، وقالها في يونس إنه كان عاليا من المسرفين، وقالها في المؤمنين في سورة المؤمنون حكاية عنه عن قومه، قال فاستكبروا وكانوا قوما عالين. هذا العلو هو الذي جعله فرعون، وأعلى علو فرعون قوله هو نفسه أنا ربكم الأعلى، هو الآن يرى في نفسه فرعا وتفرعنا عليه، هذا الفرع هو العلو.
فلا يقال إن فرعون اسم أعجمي إطلاقا، ولا يقال إنه هي من أصل التجبر، لا، هي من العلو. إن فرعون علا، قال أنا ربكم الأعلى إنه كان عاليا. هذا العلو هو الذي جعله فرعون. الآن ظاهر أن الله لا إله إلا هو بحكمته وعلمه، كما سقنا في آيات الناقة في الأنباء الخالية، إن الله لما أرسل صالحا إلى ثمود، لما لم يرسل هودا إلى ثمود؟ أنت إذا سمعت هود وثمود على اللحن والجرس أولى، ولكن الله لا يتبع هذا اللحن ولا الجرس، فأرسل صالحا إلى ثمود، انتبه، وهودا إلى عاد، وسيأتي يوم ونشرح، لأنه هذا كله أخي، هذا كله سيظهر لك عظيم حكمته وعلوه لا إله إلا هو. الله إطلاقا ما نظر إلى رجل اسمه هود فاختار أن يرسله هكذا، ويعلم أنه لا يكون إلى عاد إلا هودا، ولا يكون إلى ثمود إلا صالحا، لأنه لا يبرئ علة الثمد إلا صالح، ولا يبرئ علة العدوان وعاد إلا هود، ولا يبرئ علة الفرعون إلا موسى. فواضح أن هذا البراء وهذه العلة، إذا ألقيت موسى على الفرعون تنتهي العلة ويظهر الحق واليقين.